1700 مليار ليرة لبنانية هي مجموع كلفة سلسلة الرتب والرواتب التي أقرتها الحكومة نظريا، أما تسهيل أرقامها للموظفين في القطاع العام فيبقى عمليا معلقا وحتى أشعار آخر. وبالانتظار في الأول من تشرين الأول المقبل يتقاضى كل موظفي القطاع العام وعلى غرار القطاع الخاص غلاء المعيشة مع فروقاته المستحقة عن الأشهر الثمانية الماضية، على أن تحتسب هذه الزودة سلفة على قانون السلسلة التي ستقسط على 5 سنوات. من هلأ ل1/4/2013 ما بيندفع. من 1/4/2013 لآخر سنة 2013 بيندفع نص الزودة. سنة 2014 بيندفع 3/4 الزودة. بيتكون من هالثلاث سنوات هيدي أو السنتين ونص اللي عم نحكي عنهم فارق 18 شهر يضافوا انطلاقاً من 2015. كل شهر بياخد واحد إضافة لإله شهر فارق، وبالتالي بنص 2016 بيكون كل الزودة انعطت واندفعت على أساس أنه تبلش بواحد 7/2012. لا سلسلة من دون موارد مالية، قاعدة اتفق عليها في مجلس الوزراء. من 15 مقترحا ضريبيا اتفق على 7 وقيمتها 1295 مليار وفق بيان الحكومة. غرامات على احتلال الأملاك البحرية مقدرة بحوالي 300 مليار. الرسم على أمتار البناء، الرسم الإضافي مقدرة بأكثر شوي من 500 مليار. الضريبة على الفوائد الإضافة طبعاً مفترض تكون بحوالي 230-240. البقوة بصيروا مبالغ أصغر، ولكن هول المبالغ الأساسية يلي مرتكزين عليه. وحدهم صاروا بشكل 1000 مليار. يبقى حوالي 500 مليار ليرة من كلفة السلسلة التي تعتبر مقرة مع وقت التنفيذ. جلسة 17 من الجاري للحكومة بداية مشوار جديد للسلسلة التي لم تنتهي.